كان مع سعد ومع عفروتو والمجموعه اللي كانت موجوده دي وقتها، يمكن كنت بلاحظ ان انت وشاب قريبين اكتر، وعفروتو وسعد واخدين جانب تاني لوحدهم، بيعملوا بقى الافيهات والكوميديا والجو اللي انت عارفه. لا بص احنا بص يعني انا بص يعني احنا كلنا، لا كلنا يعني متربيين مع بعض واحنا صغيرين، اكيد فاحنا كلنا مع بعض، اكيد. بس هو دي يعني ربنا بيبقى مدي الواحد كده خف الدم، فكانت عند سعد وعفروت. وعفروت فما كانش نقعد في حته غير خلاص انت عايز تضحك هتجيب مين؟ سعد وعفروت الاثنين. بس، انت يعني انت تجيبهم في قعده وتقعد بس انت ايه تتفرج. فكان لا يعني بصراحه محمد كواليس كتير جدا في منتخب شباب والنادي، حتى النادي الاهلي في فيديوهات كانت بتنزل لو تفتكر قناه عرضنا الاسبوع الاهلي، اللي فات كنت مع انت عفروتو. معانا، كنت انت معانا ساعتها، فكان حاجه حاجه بصراحه. عملوا فيك مقلب قبل كده؟ لا انا ما عشان انا كنت عارف يعني في حالي شويه بس، لا تمام. لكن هما كانوا عفروتو سايبين حد في حاله. ليه؟ لا ما هما كانوا يعني سايبين حد في ما حاله. بيسيبوش حد، بس عارف انت اللي بينكش معاهم هم، تعالى بقى تعالى يعني بقى. بيجيبوه، فانا كنت ايه على طول ايه هادي شويه، فايه فكنت بعيد يعني، الحمد لله ما لحقونيش الحمد لله. الحمد طيب. لله.